لو نعطيكم شهادات على هذه الحالات اللي فعلا عشناها او كنعيشوها، غنبداو المنطقه ديال بن سليمان. هاد الناس هادو راهم كيظلموا وكيتعداو علينا، كيتعداو على القبيله كامله. هادو هما من المقربين لاسهار البصري. هاد الناس كيتسموا مقربين من اسهار البصري، وكلهم الاغلبيه ديالهم كيستافدوا من امتيازات، كاين اللي مخدمينو، كاين اللي عاطينو قريب. وانا راني مسؤول علاش كنقول، راني ثابت واعي كل الوعي. فبالنسبه للموضوع ديالنا اللي هو انتزاع ديال الحق ديالنا ديال الارض، واتهام ديال الاخ ديالي اللي كان انذاك بجانب قوات مسلحه الملكيه وعاش تما في الصحراء 22 سنه، تهموه بقسمه خياليه. وحنا كنعرفوا القانون في حاله قسمه او تفويت كيكون حضور عبار او خبير معين من طرف المحكمه، كيكون حضور ولاته لكي يكون شراديا. ومن بين هذه الولاته راه مهاجرين، وهذا هو الجزاء ديال المهاجر اللي كيمشي كيخدم باش يجي يدير واحد الطريق ديال المعيشه او شي مستقبل يرجع عليه. فهاد الناس هادو راه هدموه ليه. هاد العائله ديال السيد ريس المصري راها قويه، وقويه جدا ماليا وماديا ومعنويا، والنفوذ وفين ما مشيتي والمنطقه الوسطى سطات برشيد بن سليمان وعلى وجه الخصوص راهم متحكمين فيه السلطات راه ديالهم بدون نزاع. ما يمكنش شي واحد غادي يمشي يتواجه مع عائله البصري في المحكمه وياخذ حقه ابدا.
لو كان الحق يتعطى وكانت شفافية إلا خديت حقي وناخذها بالبراءة التامة، لكن العكس صحيح، صبحت الحقائق أكاذيب والأكاذيب صبحت أحاقيب، وهذا راه ظلم عظيم. والعائلة ديال السيد رئيس البصيرة كتصرف كما بغات، ورحنا في ظلم عظيم وفي غطرسة. والقبيلة باش نزيدكم واحد الفكرة، ودي أخوتي المغاربة، راه هادشي هذا راه منكر وظلم عظيم ومقدر الناس سكتوا عليه، ورحنا متابعين دابا، رحنا كندوا على حقنا ورحنا متابعين، والخطوات ديالنا تقاس من الخلف. هناك نوع آخر من الأراضي، وهي الأراضي التي تسمى بأراضي الأحباس، وهنا هذا مشكل كذلك عانت منه مجموعة من العائلات، بحيث أن عائلة مثلا إدريس بصري بن سليمان، أن زوجة البصري كانت تدعي بأن محمد بن سليمان هو جدها، فجاءت هذه العائلة واستوطنت في الإقليم، وانتزعت مجموعة من الأراضي عبر كراء طويل الأمد 90 سنة و 30 سنة، وكاين اللي منحاته رخصة سياقة أي كريمة معدونية، وتخلى عن الأرض ديالو، ولا زالت هذه العائلة إلى يومنا هذا تشغل مجموعة من العائلات وتستولي على هذه الأراضي، بل وقامت ببناء مجموعة من الزئات السكنية، وخاصة الزئة المعروفة بسليمان هي رشد بسليمان، صخور بسليمان. جو خبير دخلوا كيلفوا، كان فين ما فهمناش، قلت له المنفذ اش كدير؟ قال لي أنا عندي حكم، قلت له الحكم وريني الحدود ديالو، ولي وريوك الناس ديال البلد الحدود ديالو. قال لي صابو كروكي، قلت له صابو كروكي 800 قطار، راه عندنا 800 فين جات ثلاثة قطارات، واش جاته ولا جاته؟ راه ما عندهاش الشمال ما عندهاش الجنوب، هذاك الشيء كنقولوه باللغة العربية صحة. غناخذو لك رزقك صحة ما تدويش، نتا حار ولا موت، هذاك رزقك ثلاثة قطارات اللي غتعيش منها غديوها بصحة. وفي الحين هي بن سليمان كمدينة غادا وكتكبر، خاصها تكون شراكات مع جماعات أخرين. ويديروا واحد مقبره تكون طليق بالمدينه كامله، ماشي هي مقبره يعني مقبره هنا، واخا نشرح لكم ما تفهموهاش، يعني مقبره هنا والزبل هنا وطريق هنا والمدينه الجايه كتكبر، كيفاش هاد المقبره هادي؟ يعني هما بغاو يديوها صحه وكضمن من واحد ومن راه بحال كون هذا يشد 50000 هذا يتفاصل ب60000 من عندك من السيكيريتي تاع الوكيل مفصل، من السيكيريتي تاع الرئيس مفصل، انا بعدا فين من يكون؟ انا قريت الوابر تاعي وقريت التحرميه تاعي، قريت في الجامع وقريت في المدرسه، وست كملت دخلت الطاكسيات انا قريت التحرميه كلشي، ملي جيت عند الوكيل ديال محمود بو هاد المحكمه رجليا داروا في الغيس، كنطير نعطيو عرفت الشيء كنطير نعطيو، ملي جيت طلب من مالي الطاكسيات قولي لي كحد قولي علاش؟ لي ما بغاش خاطر كنضرب بالبونيه، ولي ما بغاش بالبونيه طيح لي كنطيح لي ندير الموت احمر يهز لي بلا بلا جيت لعند هاد الكل سوعه وسلام وين هذا المقرص وسلام المقرص المخرقون ويلي هاد النور شكون اللي حابسو ليا السي انا كان دابا كنطالب شكون اللي حابسو ليا هذا ملي مشيت عندو ديال المجلس القضاء قال القضاء ولا مستقيم ها هو قال لي ها هو ها كما يقول واحد المثال ها طالبوها واجد ياك تا يلاه حليت يا سي عبد النبو ارسلت لك اللو بلوكا درتو بفرق داروا معايا هاد الناس حقوقيين مساك الله عمر لي الدار داروا معايا وقفه قدام العمل على الكاريات وداروا معايا وقفه قدام وزاره العدل حلوا لي المجلس القضاء ارسلت لي ابو بكر عمر تراسل معايا اليوم عنده شاروس ياك ودابا انا ارسلت لك على هاد المحامي واش كاين شي محامي بغيت تسولكم كاين شي محامي مواريث هو وريث وينوب عن المنفذ كون كنت مع شي محامي من 2013 كنت جاي كيقول لك اسمح لي القضاء اللي كيحكم هذا اللي كيحكم هو الراس راسي يبدل الورق يبدل الملفات وطيرتو لي نزل من 2013 قال لي والله لا تحل وصلت معنا لواحد الجلسه ديال هاد الكاريان قلت له ورق لا لا هذاك لا لا كذبت عليه وحنا نطلبوا من الله تعالى الله يشطب لهم مرحب قولوا امين انا عرفت اش نقول ملي كنعطي الدعوه شي واحد كتشري نيشان كتشري نيشان بقدرة الله اللي كيعذب شي واحد هكا واللي كيعذب عباد الله شي واحد طلع عنده دنيا واخرة انا عندي مشكل مع الوكالة العسكرية للتجهيزات العسكرية لان عندي القرار ديال السكن عندي القرار ديال السكن عندي شهادة 12 شهادة عدلية بان انا اللي بني
المحل بالصرف ديالي من ناحيه الماء والضوء والبناء، وعندي 13 فرد اللي عندي في هذاك السكن. الونات الوكاله العسكريه التجهيزات العسكريه قدموا بيا شكايه من سليمان مستعجله، وكان عدم اختصاص. من بعد كان استئناف نهار فعلا كانت زوير وكاله عسكريه رساله جات من البحريه الملكيه الوكاله العسكريه المحامي ديالها دار امر ملكي، انا هو الملك هكذا امر ملكي فعلا حكمت محكمه الاستئناف الصالح ديالي. جاني كنتبدو عليا المره الاولى والمره الثانيه، ولحد الان رانا باقي معاهم في الدور. هذا هو، والسلام عليكم. استغلوها بغاو يديو لنا كامله، الاول قالوا قطار وفي الاخر قالوا ثلاثه قطار. لولا الرياضه ديالنا للارض كانت بجات، لكن نتمحاو على الخريطه ديال ولاد محمد سليمان، ما بقينا لا اهابه عندنا لا يدير لخل. المشكله سيدي في الاخر منين هذا مشى الجنحي المدني، المدني طلبت تدخل ارادي في النزاع، القاضي رفض التدخل ديالي ودار برا. وخويا الان راه متابع بالاستغلال من اللي بدا المشكل. دابا خاصو يخلص، ربما الا نفذوا عليه ولا يمشي تحت، من 2000 الى الان تقريبا دابا. والمشكله الخوت هذا الشيء راه منكر، لا اله الا الله. درت انا شكايه في النيابه العامه لدى الوكيل العام الملك بمجلس اعلى، الخلاصه ديالو راه كلاصوه بن سليمان، قال لك ما انا ما كنتش هذا، وانا اللي مبنيه عليا المشكله. ونزيادة على هذه النفوذ القوية ديال هاد السيدة خدمة البصري، كاين واحد الجمعية كتساندهم اللي هي المخلفات ديال الاستعمار والمخلفات ديال إدريس البصري، من المقربين ديال السيد إدريس البصري. حرضوا هاد الشركة اللي خدام فيها، علاش لحقاش اللي حركت الملف باش ناخذوا حقنا، حيت سيدنا الله ينصرو قال ودي دابا ما بقى حتى شي واحد يضرك بالقصر، وتا واحد ما بقي يضرك بالقصر، ولا ورد المسؤوليه بالمحاسبه. هادشي علاش درت انا هاد الشكايه، وما يخفاش عليكم الخوت، احسن هديه كانت بالمناسبه ديال الافتتاح ديال عام 2018 هو توقيفي من طرف ام اف اش اللي هي كتسحر على ليروش ديال بن سليمان اللي فيها 127 مطار و 8 طائرات، توقيفي من العمل، وهذا هو الجزاء مليون غناضيل على حقي. والسلام عليكم. لماذا نديكم ديالكم ندخلكم لهنا؟ الجريده الرسميه كاينه عندنا، الورق عند وزاره الفلاحه كاينه عندنا، عندنا ورقه كروه كنطلبها السيد بن عثمان، كنطلب في الارض السيد بن عثمان كنطلبها، وعندنا الرد نتاعو بان هذه الارض لا يمكن اعطاؤها وتسليمها لاي احد لانها تابعه لتعاونيه القتل المدار الصفوي للاصلاح الزراعي. بغيت نمشي وثائق وتشوفوهم، ها هما كلشي قراو دابا. مقيد بينا حنا 25 واحد باغي دخلنا للحبس، ومقيد بينا حنا 18 واحد باغي دخلنا للحبس، ومقيد بينا حنا 12 واحد باغي دخلنا للحبس، ومقيد بينا حنا 5 الناس، ومقيد 3 الناس. واحد 3 الناس هما منهم على راح يحكم عليهم 5 شهور ديال الحبس. غير ديك الارض غرس فيها الزيتون، والساعه فاش بغا ينقص الزيتون نقص الزيتون ومشى تهمنا، لان ما حنا كلعنا الزيتون. الزيتون دابا الى مشيتو تشوفوه راه واقف وكيغل وكيعطي المنتوج ديالو. واش تنقص ديال الزيتون نتهمو به بان ما كلعناه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشكل بشكل عويصه بشكل هائل، لان التفاقم وكبر ولاو الضحايا بالالاف،
كاين هادو غير الناس اللي هضروا دابا واللي عرفناهم واللي تواصلنا معهم، اما هو في الحقيقه راه الناس اللي ساكتين واللي واكلين العصا وتشردوا وخرجوا للزنقه وداك الشيء، وهذا ما كاينش اللي سايق لهم الخبر. وفي المقابل الدوله كتقول بان الوضع ديال حقوق الانسان في المغرب راه مزيان، وراه كاين ناس كتسكن، كاين مشاريع كدير، كاين هذا، وهذا الشيء هذا كيكذب هاد التصريحات ديال الدوله وهاد التقرير ديال الدوله. وخير دليل على الفشل اللي كان في جميع المستويات هو الاقرار ديال الملك شخصيا بالفشل ديال النموذج التنموي، وهو فشل على جميع المستويات. كنعتبروا حنايا على الواجهه ديال السكن، على الواجهه ديال الصحه، على الواجهه ديال التعليم، على الواجهه ديال الامن. كاين واحد المجموعه ديال المناطق اللي ما فيهاش الامن، ما كاين المستوى ديال الجريمه عليا، وكاين واحد المجموعه ديال المناطق اللي فيها مشكل ديال النقل، بما فيها قلب ديال مدينه الدار البيضاء كاين مشكل كبير ديال النقل، وكاين واحد المجموعه ديال الملفات عالقه، واللي في الحقيقه هذا نتاج ديال استقلال الدوله من القيام من الدور ديالها. وحنا الدوله ما بقاش كتدير الدور ديالها غير انها تجمع الضرائب وتقمع الاصوات اللي كتخرج بين الفينات والاخرى. وتحيه وحنا فيها الزقطاراتهم دابا شردونا خرجونا بلا حتى حاجه، وجات باب 12 عام، حنا 22 عائله، دابا عطاو 20 عائله باقي ما عطاونا والو. فما كنمشيو كيقول لك صيروا اليوم غدا، باقي ما داروا معنا حتى حل. 22 عائله عطاو 20 عائله اللي عطاوها، جابوا وليداتهم كلشي اليوم، وشدوا لنا زقطاراتهم الصيد دابا راه صاروا يبنوا فيها وداك الشيء، خرجونا شردونا. دابا كنمشيو للعمران كيقول لنا تسناو، هاد السيمانه غنهوتو عليكم، نهودو العماله كيقول لنا تسناو، فين مشينا كيقول لنا تسناو، ما داروا معنا حتى حل، باقي حتى حل ما داروه معنا. حنا 21 عائله دابا عطاو 20 وثمانيه خلاوهم على برا، ما عطاوهمش. دابا باقي ما داروا معنا حتى حل. باش نشكي على واحد الارض، يعني هما باغيين يسلبوها مني، هي ثلاثه القطارات. وفي حين هي كاينين اراضي مجاوره ليا هي، وهم هاد الناس هادو عندهم نفوذ وعندهم سلطه، وندوا لي هذيك ثلاثه القطارات اللي كنعيش منها انا والوالده ديالي والوالد ديالي اللي كبير في السن عنده 75 سنه. وحنا هاد الناس هادو بغينا نعرفوا حنا اش بينا وبينهم، حنا واش الوالد عدي ولي شريف سليماني من الشرفه كاملين اللي غايجي يدوا لينا ثلاثه القطارات. وكنطلبوا دابا كنوجهوا هاد النداء لسيدنا الله ينصرو باش يشوف لنا في هاد الارض هاد الناس هادو، عين حنايا واش حنا اللي بنا لهم، واش حنا اسرائيليين، حنا اللي بنا لهم في هذيك الارض كامله. وكاينين الناس اخرين عندهم اراضي، حنا يلاه عندنا ثلاثه القطارات في هذيك الارض كامله ديال 800، في حين الناس عندها 40 80 قطار. حنا بوحدنا اللي بغا نديو لينا هذوك ثلاثه القطارات، على حسابش انها كتشوف، يعني كتشوف الواجهه، يعني عندها طريق رئيسي مؤديه للدار البيضاء وطريق رئيسي مؤديه للمحمديه، يعني هما باغيين ياخذوا منا واحد الجزء والجزء الاخر الله اعلم شنو باغيين يديروا به. وشكرا.